القاعدة للأسف. رصد خطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال حملة الانتخابات التشريعية التونسية محور ندوة صحفية نظمها ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، والتي أكد خلالها إبراهيم الزغلامي مدير المشاريع داخل الائتلاف أن الانتخابات كشفت على قصور القانون الانتخابي وعدم قراءته العلمية للواقع التونسي، حيث ظهر بوضوح عدم قدرة الأفراد على التعبئة وعدم قدرة الأفراد على حشد الناخبين لصالح التصويت والمشاركة الانتخابية. نتيجة أخرى اللي لاحظناها وهو أنه لا يمكن البتة أن يقع استثناء المؤسسات الوسيطة من أن تلعب لعبتها الديمقراطية الحصرية المتمثلة في حشد وتعبئة لفائدة هذه المحطات الانتخابية. من جهته بيّن علي السدراوي عضو المكتب التنفيذي للائتلاف أن التقييم العام للانتخابات وصفها بالضعيفة على الإطلاق، وأرجع الأسباب إلى ثلاثة عناصر أساسية. العنصر الأول هو العنصر السياسي، الوضع السياسي لم يشجع على الإقبال والحضور. العنصر القانوني والمنظومة القانونية الانتخابية الجديدة التي تغيرت وأدخل خاصة نظام الاقتراع الأفراد أثر تأثيرا كبيرا على المشاركة. ثم الوضع الاجتماعي الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن وخيبة الأمل من تحقيق استحقاقات وانتظارات الشعب منذ 25 جويلية. وفي نهاية الندوة قرأ محمد بلال البصلي نائب رئيس الائتلاف جملة من التوصيات لتفادي مثل هذه النتائج في الدورة القادمة للتشريعية، منها تعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء والأوامر والقرارات المطبقة له نحو تخصيص حملة الاستفتاء بمبادئ خاصة ومتميزة عن الحملة الانتخابية، وكذلك تعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نحو تعريف العنف المعنوي واللفظي تعريفا دقيقا أسوة بالقانون الأساسي للعنف المسلط ضد المرأة، مراجعة برامج الأحزاب وطرق تنشيطها في اتجاه التشجيع على المشاركة السياسية في الشأن العام وقبول الآخر وتجنب الإقصاء. خامسا تحيين السياسات العمومية الموجهة للشباب ومراجعتها جذريا في مجالات الثقافة والرياضة والفنون والتعليم بكل مراحله الأساسي والإعدادي والثانوي والجامعي. وللتذكير فإن تقرير ائتلاف أوفياء الديمقراطية ونزاهة الانتخابات يستند إلى نتائج الملاحظة المباشرة ومجموعة من المعطيات الإحصائية والبيانات التوضيحية لمفردات العنف في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والنت السياسية. تقرير أولي عن نتائج رصد الإعلام فترة الحملة الانتخابية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التونسية وصفت بالضعيفة والباهتة، وتوقعات بأن تكون نتائج الدورة الثانية مطلع العام القادم بنفس الوتيرة على أمل أخذ توصيات الائتلاف بعين الاعتبار لتفادي العزوف. إينيس فرادي، اليوم، تونس.